نتحدث عن بعض ما جاء في القرآن من خطورة الشيطان. الشيطان قد ينسي العبد أمرا من أمور الشرع، لكن متى ما تذكر يجب عليه أن يتنبه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان ينسينك هذا النهي فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.